بسم الله الرحمن الرحيم، مع فهم وتحفيظ سورة العاديات. هذه السورة الكريمة بدأت بقوله تبارك وتعالى: والعاديات ضبحا. وهذا قسم من رب العزة سبحانه جل وعلا، أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل الجاريات في سبيله نحو العدو حين يظهر صوت أنفاسها من سرعة عدوها. ولا يجوز للمخلوق أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى، فإن القسم بغير الله عز وجل شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالموريات قدحا، فالخيل التي تنقدح النار من صلابة حوافرها لشدة عدوها. فالمغيرات صبحا، فالخيل التي تغير بركبانها على الأعداء عند الصبح. فأثرن به نقعا، يعني فهيجنا بهذا العدو أو بهذا العدو غبارا. فوسطن به جمعا، فتوسطن بركبانهن جموع الأعداء. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. إن الإنسان لنعم ربه تبارك وتعالى لجحود، وإنه بجحوده ذلك لمقر، وإنه لحب المال لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ أفلا يعلم الإنسان ما ينتظره إذا أخرج الله تبارك وتعالى الأموات، إذا أخرج الله جل وعلا الأموات للحساب والجزاء جل وعلا؟ وحصل ما في الصدور، واستخرج تبارك وتعالى ما استتر في الصدور من خير أو شر. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، إن ربهم جل وعلا بهم وبأعمالهم يومئذ لخبير، لا يخفى عليه شيء من ذلك سبحانه جل وعلا. والآن مع تكرار الآيات الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، 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 والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا، 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 فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا، 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 فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا، 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 فأثرن به نقعا.
فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا 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 إن الإنسان لربه لكنود 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 وإنه على ذلك لشهيد 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 وإنه لحب الخير لشديد 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 أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 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 وحصل ما في الصدور
وحصل ما في الصدور، 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 وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، 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 إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير.